السلام عليكم. اليوم بجاوب عن جزء من الأسئلة اللي حطيتها أمس، هم تقريبا يصلون لغاية 60 سؤال. اليوم اخترت لكم أول 9 أسئلة راح أجاوبها. أول شيء بحط لكم صورة فيها ملخص الأجوبة، وبعدين بحاول أشرح كل جواب بطريقة واضحة. أول سؤال يقول شنو البيريو اندوليجن؟ يعني يكون عندنا ضرس في اندودونتيك باثولوجي وعنده بيريودونتال باثولوجي، شنو يعني؟ إنه يكون عندنا البلب نيكروتيك، فصار عندنا انفكشن في الكنالز، وهذا الانفكشن عدى الكنال ووصل لغاية البيريبيكال تيشو، وصار عندنا أيضا بلاك اكيوميليشن وكالكلس، وسوى عندنا بيريودونتال بوكيت. فوجود هالاثنين يخلي الكونديشن هذه يسمونها بيريو اندو ليجن او اندو بيريو ليجن. طبعا هما انواع وايد، في يعني اكثر من كلاسيفيكيشن، لكن هذه ببساطه. ثاني عن الار بي دي ديزاين مع دايابيتك بيشنت، ما في كلام وايد عن هذا الموضوع، بس الدايابيتك بيشنت يكون عندهم بون لوس وهم عرضه اكثر من غيرهم حق البيريدنتايتس، فالبيريدنتايتس راح تؤدي الى فقدان العظم وايضا موبيليتي في الاسنان، واستخدام الأسنان as abutment حق الـ RPD أيضا يعتبر local factor حق الـ periodontal disease. لذلك يفضل بالديزاينز إن احنا نستخدم أسنان تكون البون فيها أو حوالينها قوي، وإذا نقدر إن نستخدم أكثر من abutment أو نكثر الـ abutment حق الـ RPD. السؤال الثالث، هذيلي المرضى اللي عندهم diabetes وسوينا لهم RPD، شنو ممكن يصير لهم؟ مثل ما قلنا عندنا بون لوس ممكن يصير ويزيد باستمرار بوجود اللوكال فاكتور اللي هو الار بي دي. ممكن هذيل المرضى يكون عندهم دراي ماوث بحكم انهم يعني عندهم بوليوريا، يعني يتبولون عزكم الله وايد، فالفم يكون ناشف، يكون عندهم زيروستوميا. هذا الشيء يخليهم يتحسسون من الدنشر، وايضا دايابيتك بيشنت عرضه اكثر من غيرهم حق الكانديدا انفكشن، وجود الدنشر ايضا يزيد هذا الشيء. السؤال اللي بعده يقول شنو 6 كيز اوف اندرسون اوكلوجن؟ هذه 6 قوانين طلعها واحد اسمه اندرسون، اذا انطبقت على الحاله قال ان الماوث هذا عنده ايديال اوكلوجن. شنو هما؟ اول شيء مولر كلاسيفيكيشن، شنو معناته؟ عشان يكون ايديال اوكلوجن لازم الميزيو باكل كسب اوف ابر 6 اوكلود في الباكل جروف اوف لوور 6، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم الاسنان يكون في الانتيريور تيث يكون فيها تيبينج. تيبينج شنو يعني؟ يعني فهذا السكند كي ان الاسنان تكون تيبد او انكلايند بالشكل هذا ديستلي، يعني الاسنان ما تكون واقفه كذي بالفم، تكون لا ديستلي، يعني الروت يكون رايح ديستل والكراون ميزيل. هذا لو تلاحظون السنترال تو سنترال لا ستريت، لكن من اللاترال تبتدي الروت تكون رايحه ديستلي والكنان اكثر. الثيرد كي ان الاسنان يكون فيها انكلاينيشن، هذيك انجليشن، هذه انكلاينيشن. انكلاينيشن شنو يعني؟ هو الباكولينجوال انجل اوف ذا توث، الاسنان تكون فليرد نوعا ما، فالروت تكون مور بالاتال او لينجوال، بينما الكراونز تكون مور باكل. بعدين الاسنان ما يكون فيها اي روتيشن، ما فيها اي سبيسنج، وبعدين الكلوجن او الكلوزال بلين يكون فولو الكيربوس بي. شنو الكيربوس بي؟ الكيربوس بي عباره عن لاين او يعني قوس لدائره يكون فهذا الكيربوس بي يبتدي من عند الكوندايل، وبعدين ينزل بالشكل هذا ويروح عند الكوندايل الثانية لدائرة يكون السنتر مالها في المكان هذا. فلازم الكلوزل بلين يكون follow this curve. السؤال اللي بعده، متى نقول عن البيريدونشيوم أو البيريوستاتس أو الهايجين إنه هو فير؟ هذا حسب ما فهمت من السؤال. عندنا الهايجين يكون إما good ولا fair ولا poor. هذيلي التقسيمات ما في عليها اي يعني كلام واضح ويعني ديفينيشن واضح، كلها تعتمد على تقدير الدكتور، يسمونه سبجكتيف ميجرز. فالمريض اللي يكون نشوف عنده اسنانه وايد نظيفه،
ويكون لونها بينك وما فيها اي إديمة وما فيها اي سويلينج, نقول انه هي هاز ا جود اورال هايجين. لكن بالمقابل المرضى اللي عندهم سيفير بلاك اكوميليشن وكالكولس ونشوف الجنجيفا ريد وبليد وكذي, نقول عنده بور. بالنص نقول فير. زين, شلون نسوي دايجنوزز حق البيرادونتال ديزيز؟ مثل ما احنا عارفين البيرادونتال ديزيز ينقسمون الى قسمين اساسيين, جنجيفايتس وبيرادونتايتس او جنجيفال ديزيز وبيرادونتال ديزيز. الجنجيفال ديزيز يكون عندنا الساين اوف انفلاميشن في الجنجيفا بس, ما في اي اكستنشن حق البيريدونشيوم, فعندنا بليدنج, عندنا اديما, انزين عندنا لوز اوف كونتور. اما البيريدونتال ديزيز فيصير في عندنا ايبيكال مايجريشن حق الابيثيليوم اتاتشمنت. شلون نسوي تشخيص حق البيريدونتال ديزيز؟ عن طريق ان احنا ناخذ بيريدونتال بوكيت ديبث, انزين, وبعدين ناخذ بايت وينج اكس رايز او بي اي بالنسبه حق الانتيرير. ليش؟ عشان نتاكد ان البوكيت اللي طلع لنا اكثر من 3 ملم ترو بوكيت, يعني بوكيت اسوسييتد وذ ايبيكال مايجريشن اوف ذا بون. السؤال اللي بعده يسال عن قياس البيريدونتال بوكيت. البيريدونتال بوكيت يعني المسافه بين البيز اوف ذا بوكيت لغايه الفري جنجيفال مارجن, هذه كلها بوكيت. اما الريسيشن فهو المسافه من البيز اوف ذا بوكيت تو سيمنتو انامل جنكشن. في عندنا ترو بوكيت وفي عندنا سودو بوكيت. شنو معناته؟ الترو بوكيت معناته ان عندنا بوكيت اكثر من 3 ملم, لكن هذا البوكيت زاد عن 3 ملم بسبب حدوث الابيكال مايجريشن اوف كونكتيف تيشو. اما السود بوكيت معناته ان عندنا اكثر من 3 ملم لكن الابيكال سوري الابيثيليوم اتاتشمنت في مكانه الصحيح. الدي بوكيت هذا شلون صار عندنا؟ لان الجنجيفا نفسها الفري جنجيفال مارجن هو اللي ارتفع. ترو بوكيت البروب راح ينزل اكثر من 3 ملم. ليش؟ بسبب ان الاتاتشمنت اللي هني صار لها ديستركشن والبوكيت قام ينزل اكثر. انزين, اما السودو بوكيت يكون عندنا نورمال بوزيشن حق الابيثيليوم اتاتشمنت, لكن الجنجيفا هذه انفليند وصاعده لفوق. شلون راح نقدر نميز بين الترو بوكيت والسودو بوكيت؟ الترو بوكيت يصير البوكيت اكثر من 3 ملم اسوسييتد مع بون لوس, لكن اذا ما كان عندنا بون لوس بالاكس راي معناته ان البوكيت هذا سودو بوكيت. كذي اكون انا خلصت شرحي حق الاسئله. حطيت لكم قبل لا ابتدي شرح سلايده فيها مختصر الاجوبه, كابتروها وخلوها عندكم. اذا في اي شيء واضح دزولي وان شاء الله راح اوضح لكم الاشياء اللي غير مفهومه.